وسط حضور جماهيري بلغ أكثر من 65,000، تقام الآن مشاهدينا مباراة ودية تجمع بين منتخبي العراق والسعودية في محافظة البصرة العراقية. هذا في لقاء تاريخي نتيجته إلى غاية اللحظة 4-1 لصالح العراق، وتهدف هذه المباراة إلى دعم العراق لرفع الحظر الرياضي عن اللعبة من قبل الاتحاد الدولي فيفا. وتأتي هذه المواجهة على الأراضي العراقية بعد انقطاع دام قرابة 40 عاما، حيث كانت آخر مباراة خاضها المنتخب السعودي في العراق عام 79 ضمن مباريات كأس الخليج. ومشاهدينا ننوه بأن ما نراه على الشاشة الآن هي صور مباشرة ننقلها لكم من لهذه المباراة التي تقام كما ذكرنا في محافظة البصرة العراقية. إذن هي مباراة تاريخية تجمع بين العراق والسعودية. أنا أعتقد أن هذا الفوز ليس الأكبر الماضية مع الكرة السعودية ومع الأندية السعودية ومع الرياضة، وهذه فرصة. الله، ونذهب مباشرة إلى البصرة. من هناك انضم إلينا ماجد التويجري. مساء الخير ماجد، وأهلا بك معنا بالتاسعة. مباراة تاريخية، مباراة ودية، يعني تأتي بعد آخر مباراة أقامها أو قدمها المنتخب السعودي عام 79 في العراق. تطلعنا على أجواءها ونحن على دقائق لانتهاء هذه المباراة. حياك الله. مثل ما ذكرت هي مباراة تاريخية بالتأكيد. اليوم تتحدثين عن المدينة الرياضية بالنسبة للبصرة ومدرجاتها تترشح دائما، مقاعدها باللون الأخضر ممتلئة، يعني 65,000 متواجدين في مدرجات المدينة الرياضية في البصرة. وأبالغ إذا قلت أنه أكثر من 30-40% من هذا العدد متواجدين خارج اسوار الملعب قادروا يدخلون، وايضا هناك مدرجات خاصه ونقل عبر شاشات التلفاز موجود تقريبا 10,000 مشجع عراقي متواجدين فيها. الحقيقه المباراه وان كانت نتيجتها كبيره على المنتخب السعودي، ممكن ان نصف المنتخب السعودي الرديف والمطعم بفضل النجوم المخضرمين، الا انه المباراه كبيرة وعوائدها كبيرة بالذات على الكرة العراقية، اللي مثل ما ذكرت قبل شوي انه بعد 40 عام امور كثيرة وتفاصيل كبيرة عاشتها اهل المهرجان الكروي او عاشها اهل المهرجان الكروي العرس الكروي من خلال معطيات عاشها الشارع الرياضي بشكل عام، الشارع الرياضي العراقي، فرحة العراقيين. اليوم افواج كبيرة جدا من يوم من مقر السكن الين ما وصلنا الى مدينه البصره الرياضيه، شاهدنا اشياء يعني مذهله. اتصور مثل ماذا هذه الاشياء ماجد؟ لو توضح لنا، يعني هي مباراه وديه وكما نتحدث بغض النظر عن النتيجه، يعني المنتخب السعودي يدعم ويشجع المنتخب العراقي عبرها، تفضل. صحيح، بس مثلا المشجع العراقي ماشي تقريبا 3-4 كيلو حتى يصل الى المدينه الرياضيه في البصره، وطول ماشي وهو يصفق ويشجع. يعني التفاعل في الشارع الرياضي العراقي مع كرة القدم اللي كنت أشوفه خارج العراق لما نغطي كأس العالم أو كأس آسيا أو كؤوس الخليج والعرب من حب العراقيين لكرة القدم، انعكس اليوم على أرض الواقع من خلال أرض العراق بعد يعني مدة طويلة، وفعلا هو شعب متعطش. نعم. وبحضور رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ سلمان بن خليفه، حضور رئيس الاتحاد السعودي الدكتور عادل عزت، رئيس الاتحاد المصري. نعم. مهمه وجودها سيساهم بالتاكيد في الرفع الكلي ان شاء الله عن الحمر. نتمنى ذلك، ويعني نبارك للعراقيين هذا الفوز. نحن نشكر لك هذا الاتصال الهاتفي معنا، حدثنا من البصره ماجد التويجري. وبالتالي عندنا كذلك بيتزي يجري بعض التبديلات، والمنتخب السعودي يحاول تقليص الفارق. كرة ملعوبة، الله،